عبد الله. في البدايه طبعا برحب بك على موقع يلا كوره. ازيكم يا جماعه، انا اسمي عبد الله شعراوي، اللاعب السابق للنادي الاهلي 8 سنين وحاليا محترف في اسبانيا بقالي سنتين، بلعب في نادي تريفال فالديراس حاليا، السنه اللي فاتت لعبت في نادي ليجنز. انا الحمد لله الموسم بتاعي كان مثالي، الحمد لله اللي انا كنت عايزه حصل الحمد لله، كنت جبت 4 اجوان وعملت 8 اسيستات. وطبعا يعني انا نازل مصر هنا اجازه عشان اشوف اهلي وكل الكلام ده، وطبعا لو في اي عروض او اي حاجه لازم اشوفها برضو عشان السنه اللي جايه باذن الله اشوف اعمل ايه باذن الله. انا الحمد لله كنت في نادي الاهلي لعبت فيه 8 سنين، كنت رحت اختبارات وبعدين قبلوني وبعدين قعدت هناك 8 سنين، وطبعا كانوا 8 سنين كويسين. طبعا النادي الاهلي طبعا فريق كبير، طبعا فريق كبير قوي، وطبعا يعني انا اتشرف ان انا بقى لعبت في نادي الاهلي، وبس جالي فرصه الاحتراف والحمد لله طلعت بره. باذن الله بفكر لسه في موضوع الاحتراف ده وافضل بره عشان اعلي مستواي باذن الله واوصل للي انا عايزه باذن الله. انا كان في ناس بيكلموني في موضوع تجنيس اسبانيا ده لما انا كنت بلعب كويس وبادي، يعني افضل العب باسم منتخب مصر عشان انا يعني دي بلدي انا عايش فيها من وانا صغير ونفسي العب بمنتخب مصر. محمد صلاح، يعني محمد صلاح مفيش احسن منه الصراحه.